في إشارة على تجاهل التوتر في العلاقات مع تل أبيب، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة تلك المستخدمة في قطاع غزة ولبنان. الرئيس الفرنسي قال إن هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل محاولة لوقف ضرب الاستقرار في هذا الجزء من العالم عبر قطع إمدادات السلاح لإسرائيل. فرنسا لم تكن الوحيدة التي تحدثت عن وقف توريد الأسلحة إلى تل أبيب، حيث علقت بريطانيا ما يقارب من 30 ترخيصاً لتصدير المعدات العسكرية لاستخدامها في العمليات العسكرية في غزة بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وهو القرار الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مخزن. وفي فبراير 2024 أوقفت هولندا تصدير قطع غيار مقاتلات F-16 وF-35 إلى إسرائيل بناءً على حكم قضائي بعد رفع دعوى ضد الحكومة الهولندية بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تستخدم في حروبها بالمنطقة. وفي بلجيكا قررت حكومتا العاصمة بروكسل وولونيا، وهما اثنتان من الحكومات الست في البلاد، حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل. ومع نهاية عام 2023 لم تتردد الحكومة الإيطالية في إصدار قرار بعدم منح تصاريح جديدة متعلقة بتصدير السلاح إلى إسرائيل وفقاً للقانون الإيطالي الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يعتقد أنها تنتهك القانون الدولي. قرارات تلك الدول كانت بمثابة رد فعل على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، والتي تسببت في إشعال فتيل أزمات طاحنة مع جيرانها، مما أثر على السلم العالمي وينذر باتساع الصراع في الأيام المقبلة.